كابتن احمد وصفي، والنهارده حابين نتكلم عن بعض التمارين وعن اهميه التمارين دي فوائدها لينا، وعايزين نعرف حاجه مهمه جدا، انا ليه بعمل التمرين ده وليه ما اعملش التمرين ده، وايه الهدف من التمرين بتاعي؟ عشان كده بحاول احدد ايه اللي المفروض يتلعب، وبلعب كام دور، كام عده، اوزاني اخبارها ايه، على حسب الهدف اللي انا عايز احققه في الجيم. هنحاول نعمل حاجه كده سهله شويه، هنجمع تمارين لكل عضله لوحدها، تمارين بيزكس كلها ممكن اي حد يعملها، والتمارين دي اخترناها ان هي ممكن تكون متوفره في اي جيم اي حد يقدر يعملها. هنبدا اول حاجه عندنا النهارده تمرين الكتف او الشولدر. عايزين نبقى عارفين اهم حاجه يعني ايه شولدر، او ده بيتكون من ايه. بيتكون عندنا من 3 عضلات، الانتيريور دلتويد والميدل دلتويد والخلفيه او البوستيريور دلتويد. كل عضله من دي عايزين نديها مثلا تمرين او 2 في خلال اليوم بتاعنا. لو انا حابب اضخم عضلتي بحاول العب 4 ادوار من كل تمرين، 5 أو 6 تمارين بالكتير في كل عضله. بالنسبه للتكرارات بتاعتنا هنحاول نلعب من 6 تكرارات لغايه 12 تكرار في كل دور. يعني انا ممكن ابدا مثلا اول دور ب 12 تكرار بوزن قليل بسخن بيه شويه طبعا في الاول، وبعدين التكرار بتاعي بيقل شويه بلعب مثلا 10 والوزن بيزيد، التكرار بيقل تاني بلعب 8 عدات والوزن بيزيد، اخر دور بحاول العب فيه 6 عدات اقصى حاجه عندي بقدر اشيلها. مش عايزين ننسى دور التسخين قبل التمرين والاطالات، كويس جدا عشان نقلل اي اصابه او خطوره اي اصابات وقت التمرين. هنبدا اول حاجه خالص بالفرونت ريز او الرفرفه الاماميه عشان خاطر الكتف الامامي كله بتاعي. التمرين اللي بعده بلعب السايد ريز او الرفرفه الجانبي عشان نركز على الميدل دلتويد او الكتف اللي هو الجانبي بتاعي، ونفس الكلام زي ما اتفقنا في التكرارات 12 10 8 6. وفي حاجة مهمة جدا عايزين نركز عليها في التمرين، موضوع الكوع بتاعي او القلبه والركبة او النية. دايما في اي تمرين عايزين نخليها قاعدة عندنا، ولا هفرد كوعي خالص في اي تمرين سواء بشد او بفرد او بلعب رفرفة، ولا هفرد ركبتي في اي تمرين، وده حفاظا عليها وعلى المفصل وعلى الغضروف بتاعي. في الجانب نفس الكلام، مش هفرد كوعي خالص وهطلع كده للجنب، لازم اخلي سنه في الكوع متنيه بحيث احافظ على مفاصلي وعلى غضاريفي. كده عملنا اول تمرينتين الامامي والجانبي. هنلعب رفرفه خلفي على الجهاز، ان بكون قاعد قدر الامكان يكون مستوى ايدي في مستوى كتفي، ما يكونش تحت او فوق مستوى الكتف بالظبط عند كتفي. هبدا ارجع لورا عشان اشغل الكتف الخلفي معايا، وبرجع تاني زي ما كنت بشد لورا وبرجع تاني زي ما كنت، ونفس الكلام في التكرارات 12 10 8 6 والوزن بيزيد تدريجيا معايا كل دور. هنخش على التمرين اللي بعده اللي هو الوان هاند شولدر بريس او الدفع بتاع الكتف بايد واحده. ممكن العبه على الجهاز او بالدمبل، بالاتنين زي بعض، بس الجهاز بيكون امن شويه وبيكون مدى حركي امن شويه ومدى حركي متحكم فيه، فبيكون اسهل بالنسبه لي وبيقلل خطر حدوث اي اصابه. مجرد ان انا بقعد ببدا الحركه بتاعتي، بيكون كوعي قدام كتفي بطلع لفوق، وزي ما اتفقنا بلاش افرد كوعي خالص في التمرين، انا ببدا من اول 90 درجه، وبيكون الوزن يفضل يكون فوق الكوع، يعني هنا عندي زاويه قايمه وهنا عندي زاويه قايمه، مش هبدا من اول تحت خالص، لا هخليها 90 درجه ببدا التمرين بتاعي، بطلع لفوق من غير ما افرد كوعي وبنزل تاني زي ما كنت. التمرين اللي بعده الابرايت رو او السحب على الرقبه، بالبار زجزاج ممكن، بالدمبل ممكن، بالكيبل ممكن، مفيش اي مشكله، ان انا بمسك ضيق شويه وببدا اطلع بكوعي لفوق بسحب على رقبتي وبنزل تاني. التمرين ده مهم جدا وبيشغل الكتف كله معايا، بس خطورته في حاجه واحده بس، لما اعمل مدى حركي زياده عن اللزوم، يعني هبدا من اول تحت وهطلع فوق خالص زي بعض الناس زياده عن اللزوم، كوعي بقى عند كتفي وبنزل تاني، بطلع لفوق كوعي بقى عند كتفي وبنزل تاني، عشان اكون في السيف والعب كويس ما اتصابش وابدا استفاد من التمرين بدون اي اصابات او اي اضرار. التمرين السادس او الاخير بتاعنا الشولدر بريس، ممكن نلعبه بالبار او بالدمبل، بس انا بفضل الدمبل شويه. ممكن نلعب دمبل او جهاز برضو، الجهاز امن بس الدمبل في التمرين ده مهم جدا لينا عشان يدينا شكل للعضله احسن وتضخيم احسن للعضله وقوه اكتر. ببدا برضو التمرين بتاعي بخلي كوعي يكون جنب كتفي والزاويه هنا 90 درجه، ما ينفعش امسك الدمبل كده وابدا التمرين، او امسك الدمبل اللي بره كده واحاول ازق لفوق، لا ايدي 90 درجه او زاويه قايمه، ومن تحت هنا برضو زاويه قايمه، بضم فوق على بعض نفس الكلام بدون ما افرد كوعي خالص لاخره زي ما اتفقنا، وبرجع تاني زي ما كنت، ونفس الكلام بالنسبه للتكرارات عشان نضخم 12 10 8 6 والوزن بيزيد في كل دور.